بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نستأنف حديثنا بإذن الله تعالى مع ذكريات اللحظة الأخيرة من على كتف أمي إلى كرسي الأستاذين. وما صاحب هذه الفترة الطويلة جدا من حياتي هي أغلبها من أحداث وملابسات توضح لنا بجلاء المعنى الدقيق الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا إياه، وهي لغة الأقدار. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند الثلاث مواقف الكبيرة التي صادفتني في السنة الأولى الثانوي، وهزت كياني بعنف وجعلتني أقرر أن أبتعد عن طريق الغواية والانحراف وأعود مرة أخرى إلى جادة الصواب. ليس من منطلق التدين، فلم أكن قد سمعت بهذا المعنى بالشكل اللي احنا عرفناه بيه بعد كده. كنت أعرف التدين البسيط اللي هو قصص الأنبياء والصلاة، وما كنتش أعلم غير ذلك. عدت إلى جادة الصواب، وجادة الصواب كانت في تصوري وقتها إن هي البعيد عن الانحراف، أن أنا آتي من الأخلاق أحسنها وأبسطها، يعني إيه، لا أسب لا أشتم لا أنحر، يعني بالمعنى اللي هو الاجتماعي الدارج المعروف. وصرت إن أنا أركز جهدي كله في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي. ده كان المعنى اللي إحنا كنا فاهمينه وقتها لجادة الصواب، ده اللي أنا كنت أقصده ولا أقصد شيء آخر. ابتدى مشواري مع الجد في السنة الثانية الثانوية. الثانوية العامة هي يعني بتنقسم إلى جزئين، اللي هو سنة تانية ثانوي وتالتة ثانوي، بيسموا دي مرحلة أولى ومرحلة تانية. ما كانتش أيامنا لسه في يعني سنة تانية ثانوي، دي هي المرحلة الأولى، كانت أيامنا الثانوية العامة هي تالتة ثانوي. بس كان في حاجة معروفة إن سنة تانية ثانوي هي المقدمة لما ستؤول عليه الأحوال في السنة الثالثة الثانوية. كان لهذا الاسم رونق خاص وذكريات لجميع طلاب الجامعات المصرية بل والعربية على مدار أكثر من 70 سنة، حين أصبح نظام التعليم أو نظام المدارس المصرية هو الأسلوب اللي قررته الدولة لمن يرغب في إكمال تعليمه لمرحلة ما بعد الثانوية من حتى الجامعة. كانت المواقف السابقة قد ردتني بفضل الله سبحانه وتعالى إلى جادة الصواب بالمعنى اللي أنا قلته من دقايق، على الأقل من ناحية الرؤية المستقبلية لمسار حياتي. أنا كنت شفت في الحياة أمثلة لمن انتهجوا أسلوب اللعب ولا كيف كانوا وماذا أصبح. إضافة للي أنا شفته، كل ده جعل في داخلي خوف شديد جدا على مستقبلي، فاتعظت والسعيد من اتعظ بغيره. كنت أشعر برعاية الله سبحانه وتعالى لي، وكيف كان ينقل خطواتي المتعبة ويحركها للمكان الذي يريد بمشيئته وحده. وكانت أمي أحد الأسباب الكبرى في حياتي التي سخرها الله سبحانه وتعالى لي. كانت عين أمي علي دائما تراقبني. أمي شهدت حالة القلق اللي أنا بمر فيها، فجلست معي ذات يوم على الفراغ. كانت قعدتنا المفضلة، وكان صالة المعيشة عندنا في البيت القديم اللي اسمها الصالة،
كان فيها ترابيزة كبيرة ضخمة، هي ترابيزة الأكل والاجتماعات والمذاكرة والمناسبات وكل حاجة. كان بجوارها كنبة أمي بتقعد عليها، فخدتني في يوم قعدتني جنبها على الكنبة. كانت الله يرحمها ست عقلة، محبتش تحرجني قدام حد وهي بتكلمني، فخدتني على جنب وقالت لي: انت فاكر يا مجدي انا كنت مسميك ايه من 3 4 سنين؟ انت فاكر ولا نسيت؟ قلت لها طبعا ان الاحداث اللي مرت بيا في الفترة اللي فاتت، السنتين 3 اللي فاتوا، كانت كفيلة بانها تنسيني اي حاجة حلوة انا عرفتها. قلت لها: لا مش فاكر. قالت لي: كنت بقول لك يا دكتور مجدي، وانا متأكدة زي ما انا شايفك دلوقتي انك هتبقى دكتور. سكت وقالت لي: بس علشان تكون دكتور ايه الشروط اللي لازم تلتزم بيها؟ انت عارف يا مجد ظروفك كويس، وعارف قد ايه انت عانيت كتير الفترة اللي فاتت، وشفت الأذى اللي لحق بيك. قالت لي: عارف يا مجدي ده كله حصل لك ليه؟ لأنه كانوا شايفينك عيل إلا ومالكش أهمية. الله الله، دي كانت بتقول لي قبل كده أنت زينة الشباب وأنت مفيش منك اتنين وأنت وأنت. النهاردة بتكلمني بلغة مختلفة، بتقول لي أنت شايفينك إنك عيل إلا ومالكش أهمية في وسطهم فبيعاملوك كده. قبل كده كانت بتقول لي بيغيروا منك عشان أنت وفيك وفيك وشاطر وإلى آخره. ايه اللي اتغير وخلاها تقول كده؟ انا افتكرت بقى، امي كانت قبل كده كانت بتقول لي انهم بيغيروا منك علشان ولد متميز، انها كانت محاولة منها، محاولة فطرية علشان تحافظ على ثقتي بنفسي حتى لا اسقط في براثن الاحياء الاحباط واليأس. امي كانت عارفة بالفطرة ان العيل لما يحبط ييأس يفشل، دي كانت معادلات تلقائية هي ما كانتش عارفاها بالمعنى اللي احنا مرتبينه بالمعنى الاكاديمي اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي. امي كانت عارفاها بالفطره وبالتجربه ومن كثره ما شافت من نماذج في الحياه، فكانت عايزه تصحصحني، ما كانتش عاوزاني اقع في براثن الياس. فكانت تقول لي: انت ولد ما فيش منك اتنين، وانت كل ده علشان ما يأسي ولا احبط استجابه للضغوط اللي انا بتعرض ليها. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ ايه اللي خلاها تغير كلامها؟ فقلت لها: ماما انت مش كنت بتقولي لي ان انا كذا كذا، ليه دلوقتي ايه غيرت رايك ليه؟ قالت لي: اسمع يا مجدي، انت زيك زي اي واحد معوق. اترعشت لما قالت لي كده، قالت لي: معلش استحملني شويه، محدش هيهتم بيك ولا هيلتفت لك طول ما انت معوق عادي، لكن لو شافوك شخص مهم لك هيبة ومركز في المجتمع، هم نفسهم اللي كانوا بيحتقروك وبيعاملوك معاملة سيئة، هم نفسهم هيغيروا معاملتهم ليك وهتشوفوا ازاي هيحترموك. وفي الوقت الحالي ده في بلدنا مفيش حاجة أحسن من الدكتور. استأنفت كلامها وقالت لي: يا مجدي يا ابني احنا ناس غلابة زي ما انت شايف، أبوك راجل ميكانيكي واحنا ناس على الله. على الله ده كان مصطلح مش عارف الاجيال الجديده فاهمه ولا لا، يعني ناس ارزقيه، يعني ناس بيعيشوا اليوم بيومه، جالهم اكل في يوم بياكلوا، ما جالهمش ما بياكلوش. دي كانت حياتنا، فكنا دايما متعلقين بايه يوم الصبح هو بابا وهو خارج، متعلقين كلنا نرفع بصرنا بس يا رب افرج على بابا يا رب ايه. فكنا عارفين نظره المجتمع للناس الارزقيه والصناعيه على وجه الخصوص. فوالدتي قالت لي: احنا يا ابني ناس، يا ابوك صنايعي وانت عارف نظرة الناس للصنايعية، لو فضلنا ماشيين في هذا المستوى هنفضل زي ما احنا في المجتمع، مش هنقب فوق على وش الدنيا، انما لو عاوز تتغير وتغيرنا معاك لازم تبقى حاجة كويسة. واديك شفت اخواتك ازاي دلوقتي دخلوا كليات كويسة في القاهرة وبدأوا يتكلموا لغات وبدأوا نفسي اشوفك يا مجدي زيك زي الدكتور اللي كان بيعالجك من زمان. انا مش فاكره طبعا، لكن كانت امي كل فتره وتحكي لي تقول نفسي اشوفك زي الدكتور فلان
وزي الدكتور علان وكده يعني. ثم بدأت تلعب على الوتر الحساس في نفسي. قالت لي انت بتحبيني ولا؟ قلت لها بحبك يا ماما. قالت لي لو بتحب امك صحيح خليني اشوفك دكتور قبل ما اموت. نفسي الناس تشاور عليا وانا ماشيه وتقول لي دي ام الدكتور مجدي. ثم بدأت تنتقل الى نقطه الضعف بداخلي، احساسي بالنقص الجسدي نتيجه الاعاقه. فقالت لي بالنقص النفسي المرتبط المترتب على النقص الجسدي بسبب الاعاقه. ده بصوره اوضح شويه. قالت لي تفتكر لو رحت تخطب دلوقتي مين البنت اللي هترضى بيك غير واحده عندها نفس ظروفك، يعني حالتها زي حالتك؟ انا سكت لان ما عنديش تجربه وما كنتش بفكر وقتها قوي لسه في الجواز ولا الحاجات ديت. قالت لي محدش هيرضى بيك غير واحده لها نفس ظروفك، وهتبقوا انتوا الاتنين مضحكه ومقلسه للناس. ودي جربت انت الايه السخريه عملت فيك ايه؟ لكن لو لقيت دكتور يا مجدي انا هقول لك البنات هي اللي هتجري وراك. طبعا يعني ايه بالنسبه لشاب مراهق بتبقى سيره البنات دايما هي رقم واحد، اللي هو الايه الاحساس الانجذاب من الذكر ناحيه الانثى. الذكر نفسه يحس ان واحده بتسال فيه بتحبه يعني كده. فلما قالت لي كده في الحقيقه تحركت جوايا حاجات، يعني ايه ده معقول الكلام اللي بتقوله ده؟ بصراحة يعني إيه أنا دلوقتي حاليا في السن ده وفي الحالة ديت وأنا راجل جد وفي العقد السابع من عمري بقول والله لو كانوا أحضروا لي كل أطباء النفسيين في الدنيا ما صنعوا مثل اللي أمي صنعته معايا. كانت كلمتها بتقع على نفسي وقع السحر. فحسيت بالحياة بتدب في أطراف نفسي الميتة. في مرحلة سابقة بفكركم الحلقات اللي فاتت احنا شفنا ان العنف معي ما جابش نتيجة، بالعكس ده خلاني ازيد في العناد. فلما والدتي قامت بتغيير اسلوبها معايا، وكان ده من توفيق الله سبحانه وتعالى ليها لامر هو سبحانه وتعالى يريده، بدأت فعلا اتغير. كانت العام الدراسي للثانية الثانوي قد ابتدى، وفي عرف طلاب الثانوية المصرية ان السنة الثانية ثانوي دي بروفة السنة الثالثة، يعني ما يحدث او ما ستفعله في السنة الثانية هو ما ستفعله في السنة الثالثة. قضيت السنة ديت بهدوء شديد جدا وحققت فيها نتائج عالية قوي قوي قوي. كنت تقريبا من يعني في اقدر اقول في اطار الخمسة الاوائل على المدرسة، مش فاكر بالظبط ايه كان ترتيبي وقتها قد ايه، بس انا اتذكر اني جبت حاجة فوق ال 85%. ده بالنسبة للنقل يعتبر شيء جيد، لكنه طبعا لما نيجي نقارنها بسنة أولى ثانوي وتالتة إعدادي والتدهور اللي حصل معايا كان يعتبر بداية النهضة. كان اللي يشوفني يقول اه دي كده الشخص ده على أبواب نهضة. لما جبت مجموع الكويس ده أنا مش متذكره قد إيه بالظبط، لكن بين 85 و90، وده كان شيء جيد جدا في الفترة ديت. بدأ يعني ايه امجاد السنوات الاولانيه لحد تاني اعدادي بدأت ايه تناوشني من جديد. ايه ده انا ممكن يعني ارجع زي ما كنت تاني. بعد ما طلعت النتيجه الثانيه ثانوي لقيت امي بتدعي لي الدعاء بتاعها المشهور، فرحت بيا طبعا وقالت لي الله يجعلك من المساعدين. الدعاء اللي انا حفظته وما زلت اقوله لاولادي، الله يجعلك من المساعدين من اصحاب الفرقه اليمين، يجعل النشفة في ايدك خضرة ويفتح لك كل باب مقفول. روح يا مجد يا ابني ربنا يحبب فيك خلقه يرضى عليك زي ما قلبي راضي عليك. دي الدعوة دي كانت بايه يعني ربما يعني من الدعوات القليلة اللي كانت والدتي بترددها، لكن انا حفظتها عن ظهر قلب من كسب وكنت بفرح بيها قوي. وانا حاليا بقولها لاولادي والولاد بيسعدوا جدا كل ما اقعد ادعي لهم الدعوه ديت ويقابلهم توفيق في حياتهم، يقعدوا يقولوا الله بابا ادعي لنا دعوه ايه دعوه نينا اللي هي جدتهم يعني.
على كل حال بدأت الأجازة الصيفية اللي تسبق السنة الثالثة، واللي ما كانتش أجازة كانتش تاني خالص. كان مجدي سعيد بقى مجدي سعيد آخر غير مجدي سعيد بتاع تالتة إعدادي وبتاع أولى ثانوي. مجدي بتاع تالتة ثانوي دلوقتي اللي بين تالتة والتانية وتالتة ثانوي هيقضي أجازة، أجازة غريبة، أجازة ما فيش فيها لعب ولا لهو ولا تضييع وقت ولا قهاوي ولا شطرنج ولا دومينو ولا طاولة ولا كوتشينة ولا كمان بقولها وأنا بعتذر سجاير، هما سألوني السجاير فترة بس ما طولتش بطلت على طول، مفيش تسكع في الشوارع. مجدي الجديد اللي بعد ما قابلته المواقف الصعبة الثلاثة اللي في أولى ثانوي حكيت عليهم بدأ يأخذ نهج آخر في الحياة، نهج ربنا رسمه وخطه بإيده وأجبره إجبار على إنه يمشي فيه. طيب، أقبلت الأجازة الصيفية للسنة الثالثة ثانوي وأنا في غاية الجاهزية النفسية بعد جلسات نفسية مطولة مع والدتي، جلسات علاج وإرشاد نفسي قامت فيها والدتي بدور الشؤون المعنوية اللي بتقوم بيها الإدارات دي يعني المعنوية للجيوش علشان تشحنها معنويا. فوالدتي فعلا شحنتني معنويا طول الأجازة بشكل لم يسبق له مثيل على مدار حياتي. كانت بتكرر على مسامعي دايما نفس الكلمات ونفس بنفس الأسلوب دون كلل أو ملل، وكأنها كانت تخشى إن أنا أنسى أو تكون هي نسيت شيء تقوله لي. في الحقيقة معركتي مع الثانوية العامة ما كانتش معركتي أنا، كانت معركة والدتي، لكن نقدر نقول إن أنا كنت يعني قطعة الشطرنج اللي والدتي بتحركها، أو نقدر نقول رأس الحربة اللي بيحرز الأهداف اللي كانت بتصنعها أمي، اللي كانت بتصنعها وتحط خططها بحنكة وذكاء لا مثيل لهم. والدتي ما كانتش بتمدني فقط بالإعداد النفسي، لا كانت بتجهزني بدنيا. كنت عارف، كانت عارفة إن أنا يعني إيه شاب مراهق طول النهار بمشي وبجري بحتاج طاقة، فكانت أحلى أكل في البيت كانت توفره لي. إحنا طبعا يعني زي ما قلت لكم إحنا كنا يعني أسرة أرزقية، يعني يوم تلاقي عندنا أكل وربما يوم يكون الأكل قليل، كانوا هما وجبتين اللي بناكلهم في اليوم، عشان كده كانوا رفيعين وكان يعني شايفين دلوقتي مثلا سمين شوية، إنما قبل كده أنا لحد ما اتجوزت كان وزني 60 كيلو في أقصى يعني إيه حالات السمنة، 60 كنت 60 كيلو، أنا متجوز يمكن أقل من كده، وكان وزني في فترة الثانوي كان حاجة و40 كيلو. فزي ما ولادي بيقولوا هو انتوا كنتوا بتعانوا من مجاعة ليه؟ لا، هو كان ده نمط الحياة بتاعنا، هما الوجبتين ما كناش نعرف احنا وجبة العشاء ولا نسمع عنها، إلا إن والدتي كانت بتزودني بإيه؟ بأشهى المأكولات نسبيا طبعا بالنسبة للموجود في البيت. وكانت الله يرحمها، كنت بلاحظ احنا مثلا ايه لما كانت بتوزع علينا الفراخ كانت بتدي لكل واحد تمن، تمن الفرخة يعني، فلاقيها تديني انا رابع، فاتريها الله يرحمها كانت بتديني المناب بتاعها نصيبها من الدجاج، وكانت هي بتكتفي بانها تاكل الجناحة الأجنحة والجلد ومصمص العظم، ما كنتش انا اعرف كده، فكنت يعني ما كنتش اسأل حتى للأسف الشديد. انا مش بقول كده فقط عشان يعني انا اجمل صورة هذه السيدة، فمش شهادتي اللي هي هتجمل صورتها، فاللي كانت بتعمله معايا ده كان صورة من الرحمة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى اوضحها في قلب كل ام. انا واثق ان كل ام على ارض هذه المعمورة كانت بتصنع كده مع ابنائها، لكن امي كانت بتصنع كده وشوية كمان نظرا للظروف الخاصة بتاعتي. الآن أقبلت الثانوية العامة، السنة ديت اللي طلاب اللي بتشكل رعب طلاب طلاب مصر كلهم، السنة اللي بيقولوا عليها عنق الزجاجة اللي بتحدد المسار
بتاع طلاب البلد. الثانوية اللي كانت بنظر والدتي يطوء النجاة الوحيد لابنها اللي كان يعني بيعوم في مستنقع من الأحزان من ساعة ما جه للدنيا. أنا كمان ما خيبتش ظن أمي بيا، أنا كنت في موعد مع القدر، بل كنت على عين القدر. فإن كان لوالدتي فضل عليا في شحن معنويا، فمن العدل والإنصاف إن أنا أشهد أن لله سبحانه وتعالى كل الفضل وكل الشكر وكل الحمد على جمال وروعة رعايته لي في خلال هذه السنة. لا أستطيع أن أحصي أو أحدد نعم الله علي بهذا الخصوص، فما أن أبدأ بإحصاء نعمة إلا والنعمة الأخرى تطل برأسها وتسأل أين نصيبي من الذكر. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هكذا كان حالي قبل الدخول لمعركة الثانوية. معركة الثانوية أنا بدأتها مبكرا، بدأتها قبل الدراسة، بدأتها في أثناء الأجازة. بدأتها بداية غريبة جدا، ودي هتكون موضوعاتنا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.